يا طبخة تبونه هنا هنا واحدة لحم. الحين ابو غزلان الله يكثر خيره جايب لنا الحمى، طال عمرك يقول ما يطبخها الا ابو نايف. واستفتاحية طال عمرك واستفتاحية طال عمركم الفرن هذا ابو نايف. ماشي تصميم ما شاء الله، عز الله انه يستاهل والله. هذا الحين ننقله من هنا نوديه بيت الشعر. يصلح كبسة حايل بهذا مع عنده اسطوانة. شو تسوي؟ كبسة حايل طف الغاز. امشي امشي بالنار امشي ادعس. في اسطوانة جوا وخفيف. الحين ننقل العزبة كلها بوسطة نفرشها هناك عند العيال ونطبخ على راحتنا. شوفوا وين بعد البيت عن المطبخ، وين بيروح ويجي. الله يكثر خير. من قريب والله ما سوينا شيء. ابو غزلان والله هو اللي على قولتهم حلف ان عشالي. الله يكثر. حصل به. يابا العافية والله ابو نايف. هاطه تبي حصل بنحاس يا ولد. بطرة عذرك مع القدر ما شاء الله الطيب. تبيها فلالية اليوم. ايه تعال معرقة هالطيبة تعال. اوه. تبي راح اللحم بعد ما نفرد نحطه على هذا تخدم معرقة نص نص طال عمرك. يا ولد ما انت حق هيل. انت ما انت هيل ما انت حق هيل انت شيف ما شاء الله. حق نفرية طال عمرك. ونعم طبعا انت صاحب خبرة الطبخ اول. ولا تهمهم هذا الطيب. يا حبيبي ما شاء الله عليك. خيرنا وخيرك يا حبيبي ما سوينا شيء. حلالك. شو انفكت المطبخ متنقل؟ ما شاء الله هذا بحطه معي بالربع طال عمرك. مع الادراج، لا هذا بفلنزل هذا بالجنب. هذا عندك بحايل عاد قريب. من هو؟ ابو حسام يسوي. ما شاء الله. الله يبارك. المعرف المعروف لا يعرف على المطبخ. يا عز الله ابو حسام ما شاء الله عليه. صارت رفوف، الجبال صارت رفوف. حامل هالرفوف. ما شاء الله هذا درج ممتاز. بالدرج. ثلاثة ادراج. وهذا رف ثاني، وهذا ادراج. واحد دبة الغاز. لا ممتاز يعني. تحط لدبة الغاز يعني. والقلب ممتاز بعد. جزة قوي. كثر خير. جزك والله. الله يعطيك العافية يا أبو نايف، والله كثر خيرك يا. من قال أبو نايف. أبو نايف. خير. يا بالعافية. خيركم جميع إن شاء الله. حبيبي أنت أهل المحل والله. أيوة فالنثرية خالصة. تعال تعال بهذا تعال. تعال بهذا. شوف هذه معرقة. إن شاء الله. مع خضار طال عمرك وشوف الحمى ما شاء الله دايبة. الله عليك. هذا طال عمرك النثرية. عمر. الله الله. ما شاء الله شوف هذا عمرك. عز الله شيف، عز الله شيف، أنت شبيب الثقيل يا ولد. شو نسوي أخوك هالرزق؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طال عمرك طيب والبصل. والمدهنة. مدهنة والله هذه طال عمرك. لا صرار حايل. صرار حايل؟ في لازم معي بالدباب. يعني ترى مش مشهورين عاد بصرار هذا. لازم معي والله هذا، هذا ما أمشي له معي. بالله بالدباب جايبه؟ الله الله. أنا أحسبك من طلعتنا اللي فاتت، من بيتك اللي فاتت. لا طال عمرك هذا الثاني، لكن المتابعين. ما شاء الله عليك. جزت لك هذه الشيف. الله تدري ان هذه كنا زين عليها دور السعاده ونطبخ عليها ونقلقل عليها. بنجربها جرب المرفعه. خلاص جربتها الحين حكمت عليها قضيت. وشيء ثاني شوف دور السعاده تقول. هذه كانت معي بالجيب بالشال صور استخدمها دور السعاده هذه من منتجات الرمايه. لا طيبه ما شاء الله. والله العظيم صراحه. لا تمسك اي ولا تمسك هذه ميزه. حرق ما يطلع منه. تيفال. طيبه. ايشاني؟ ما شاء الله يا ولد. اوه هذا المعرقة؟ الله 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 يا الله يا الله يا الله ما شاء الله عليك يا ابو نايف عليكم بالعافية فنان فنان صراحة